يزدادون غنى يوميا والفقراء يصبحون أكثر فقرا. هكذا يقول تقرير جديد لمنظمة أوكسفام يوضح أن الفجوة بين الأثرياء والفقراء تزداد اتساعا يوما بعد يوم. نناقش هذا التقرير وما يتضمنه من معلومات وتفاصيل، نسأل عن الأسباب وعن وسائل تقليص هذا الفارق. نناقش هذا الموضوع اليوم في شباكنا الرئيسي، وندعوكم لمشاركتنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي شباك الفنون نطلع على أهم محطات الموسم الجديد لأوركسترا قطر الفيلهارمونية. في حلقتنا أيضا نخصص شباك الثقافة لرثاء عالمة الآثار العراقية الراحلة لمياء الكيلاني. فقراتنا الأخرى متنوعة بين جولة في أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، وإطلالة على عالم الصحة وغيرها من المواضيع بانتظاركم. حلقة جديدة من شبابيك، ابقوا معنا. أهلا بكم. نبدأ الحلقة بصورة اليوم من ماليزيا، وصورة لهندوسي متدين أثناء احتفالات الأقلية الهندوسية في ماليزيا في كهف باتو. وفيها يبدو هذا الرجل وقد ارتدى لباسا خاصا تكريما للإله موروغان. والتقط هذه الصورة المصور محمد راسفان لوكالة الأنباء الفرنسية. أما فيديو اليوم فهو من سماء الأرجنتين لخسوف القمر، وجاء الخسوف الكلي الوحيد للقمر هذا العام وللعام المقبل بقمر عملاق يطلق عليه قمر الذئب الدموية العملاق. طبعا لن يكون هناك خسوف آخر للقمر حتى عام 2021. وفي مثل هذا اليوم من عام 2000 استقال الرئيس الإكوادوري ذو الأصول اللبنانية جميل معوض إثر احتجاجات حاشدة ضد سياساته الاقتصادية، ذلك بعد أن أمر بتجميد 50% من الودائع المصرفية لجميع الإكوادوريين. وساءت الأمور واضطرت البلاد إلى التحول إلى اعتماد الدولار الأمريكي عملة لها. طبعا هرب معوض إلى الولايات المتحدة في أعقاب الإطاحة به، وحكم عليه غيابيا بالسجن لـ12 عاما. ثروة 26 شخصا في العالم تعادل ما يملكه أو ما تملكه نصف البشرية، هذا ما خلص إليه تقرير جديد لمؤسسة الإغاثة العالمية أوكسفام. الصالح العام أم الثروات الفردية إذن؟ تساؤل طرحته المنظمة بعد أن تبين لها أن الثروات أو ثروات أصحاب المليارات زادت بمعدل 2.5 مليار يوميا عام 2018، بينما تراجعت ثروة الناس الأكثر فقرا بالطبع. نتعرف على أهم ما ورد في هذا التقرير ونسأل عن سبل تقليص هذه الفجوة بين بني البشر، ولكن بعد أن نتوقف مع رانيا الدريدي ومعلومات أكثر عن هذا التقرير لأوكسفام. الأغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقرا، هذا ملخص تقرير لمنظمة أوكسفام صدر اليوم تحت عنوان الصالح العام أم الثروات الفردية. 26 مليارديرا يملكون أكثر مما تملكه نصف البشرية، رقم مفزع لكنه يعطي صورة مؤلمة لواقعنا. التقرير سلط الضوء على الفجوة المتزايدة بين الأغنياء والفقراء والتي تقوض بدورها محاربة الفقر وتضر بالاقتصاد العالمي. ويشير التقرير إلى أن ثروات أصحاب المليارات زادت بنسبة 12% في العام الماضي، أي ما يعادل 2.5 مليار يوميا، في حين انخفضت ثروات 3.8 مليار إنسان أي نصف تعداد البشرية الأكثر فقرا بنسبة 11%.
5%. الحكومات تساهم بجزء كبير في تفاقم انعدام المساواة، هذا ما يكشفه التقرير، وذلك من خلال انقاص تمويل الخدمات العامة كالرعاية الصحية والتعليم من جهة، وعدم فرض ما يكفي من ضرائب لازمة على الشركات الكبرى والأثرياء، والإخفاق في فرض القيود الصارمة اللازمة على المتهربين ضريبيا من جهة أخرى. عدم المساواة لا ينحصر هنا بين الأغنياء والفقراء، بل بين المرأة والرجل أيضا، إذ يظهر التقرير أن النساء والفتيات هن الأكثر تضررا اقتصاديا من تزايد انعدام المساواة، فالرجال يملكون ثروات تفوق بنسبة 50% ثروات النساء في العالم، ويسيطرون على 86% من الشركات. ويكشف التقرير كيف أن عدد أصحاب المليارات قد تضاعف منذ حدوث الأزمة المالية العالمية، ويشير إلى إحدى أهم عيوب الاقتصاد العالمي، حيث أن الأثرياء والشركات يدفعون معدلات ضرائب أدنى مما كانت عليه في العقود الماضية. وبالأرقام، فقد انخفضت نسبة الضريبة المفروضة على الشريحة الأعلى للدخل الفردي في الدول الغنية من 62% في عام 1970 إلى 38% فقط عام 2013. وفي الوقت ذاته تعاني الخدمات العامة من النقص المزمن في التمويل. وتقدر الأمم المتحدة أن التعليم والرعاية الصحية في الدول النامية يعانيان من نقص في التمويل يبلغ 418 مليار دولار. وكحصاد مر لهذا الواقع، يموت 10,000 شخص بسبب عدم حصولهم على الرعاية الصحية. نرحب معنا من نيروبي بماكس لوسون، رئيس برنامج المساواة في منظمة أوكسفام. أهلا بك سيد لوسون. في البداية دعني أسألك، ما هي المنهجية التي استندتم إليها في إعداد هذا التقرير، لا سيما وأنكم يعني أحد المصادر هي مجلة فوربس المختصة بتقدير ثروات الأثرياء، ألا يشكل هذا الاعتماد على مثل هذا المصدر طعنا في منهجية التقرير؟ نعم، أعتقد أنني هذه المعلومات التي حصلنا عليها أتت من مجلة فوربس، وهذه المجلة تقوم بتقييم الثروات في العالم ومدى الغنى، وهي أيضا تحدد الأشخاص المليارديرية والمليونيرية في العالم كل سنة، في كل سنة، وعدد أشخاص الذين يملكون مليارات الدولارات في تزايد أيضا، وهذا يشكل مشكلة. نعم، وزاد عن ما كان سابقا. نعم، النتائج يعني التي خلص إليها هذا التقرير سيد لوسون يعني تلخص بشكل عام أن هذه الفجوة بين الفقراء والأغنياء تزداد، وكذلك الأغنياء يزدادون غنى. ما هي الأسباب الرئيسية التي شخصها التقرير التي سببت تعميق هذه الفجوات؟ أحد الأسباب هي أن المليونيرية في العالم والذين يزدادون ثراء لا يدفعون الكثير من الضرائب، وإنما يدفعون قدرا ضئيلا من الضرائب، وأحيانا منهم يدفعون مقدارا ضئيلا ويتهربون من الضرائب، وبالتالي الأشخاص الذين يملكون تلك الثروة فإن دفعهم لمقادير قليلة من الضرائب يؤدي إلى الضغط على الآخرين، والآخرين الذين يدفعون في المقابل كميات أكبر من الضرائب يتحملونها عنهم. الكثير والمليارات من الدولارات ستكون متوفرة للإنفاق لو دفع أولئك الأشخاص الضرائب المترتبة عليهم، وبالتالي ستنحسر الفجوة بين الأغنياء والفقراء. وبالتالي التوصيات التي يقدمها التقرير تلقى على عاتق الحكومات، لكن ألا يوجد أيضا جانب أخرى لهذه القضية وهو له علاقة بثقافة الاستهلاك المتصاعدة؟ ولو أنني أتفق يعني معك ومع التقرير بخصوص المسألة الضريبية، لا سيما وأن يعني رئيس أعظم دولة بالعالم متهم بالتهرب الضريبي دونالد ترامب يعني طبعا.
أعتقد أننا نعيش في زمن أيضا هناك فيه الكثير من الإنفاق، وكثير من الديانات والمعتقدات أيضا تحث على لها دخل أيضا في الاقتصاد، وأيضا هناك الكثير من القيام بالعبادات يتطلب الإنفاق، وهناك الآلاف من الناس الذين يقوم إنفاقهم على أسس دينية. أيضا إذا أردنا أن نرى كم يحتاج الشخص الواحد لينفق على نفسه، نعرف أن هناك إنفاقا متزايدا، والسؤال هو أن هذا هو السؤال الأكبر. طيب، توقيت نشر التقرير يأتي يعني في ظل مؤتمر الاقتصاد العالمي في دافوس، هل تعتقد أن هذا المؤتمر قد يستطيع اتخاذ خطوات من أجل يعني تقليص هذه الفجوة بين الفقراء والأغنياء، أم هو فقط مخصص من أجل أن يصبح الأغنياء أكثر غنى؟ أعتقد أن السنوات أثبتت لنا أن مؤتمر دافوس هو أيضا فقط مؤتمرا اقتصاديا احتفاليا، ولا يتمخض عن أي شيء، ولم يثبت ولم يأتي بثمار لتقليص الفجوة، وإنما هو مخصص للأغنياء، وهم الأغنياء الذين يستفيدون من هذه المؤتمرات، واقتصاداتهم أيضا هي مستفيدة. أن الوضع يجب أن يتغير، ومن أجل تغيير هذا الوضع لازم أن يكون هناك دعما للأشخاص العاديين، والأخذ بعين الاعتبار الأفراد والمواطنين العاديين وليس الأغنياء والأثرياء فقط. نعم، وإذا نزع الغطاء عن الأغنياء وإعطائه للفقراء أيضا، وإعطائهم الفرصة في هذه المؤتمرات، وهذا سيؤدي إلى الفوائد لتلك الطبقة الاجتماعية المتوسطة. سيد لوسن، التقرير يغطي يعني كامل المعمورة إن صح التعبير، ونحن نعلم أن الشرق الأوسط لديه نصيب الأسد من الفساد، من إهدار الطعام، من مستويات الضرائب ومستويات اللا عدالة على كل يعني الأصعدة. هل هناك يعني جزء خاص يعني له علاقة بالشرق الأوسط في هذا التقرير، أو إضاءة ما على هذه الفجوة بين الفقراء والأغنياء في الشرق الأوسط؟ نعم، إنه يتحدث عن الشرق الأوسط، وهناك بيانات عن منطقة الشرق الأوسط، ويتحدث عن توسع الفجوة هناك أيضا، ويتحدث عن زيادة غناء بعض الطبقة وثرائها الفاحش، وازدياد الفقر أيضا. نعم، هناك أيضا منطقة واسعة في الشرق الأوسط لا تغطيها البيانات أيضا، لكن نعم، لكن البيانات أظهرت أن منطقة الشرق الأوسط يوجد بها أكبر فوارق، ومن أكبر الفوارق في العالم بين الفقراء والأغنياء، وهي تضاهي مناطق أخرى بهذه الفجوة، وهذه مشكلة جادة في منطقة الشرق الأوسط. نعم، لكن أنتم شخصتم في التقرير أن الضرائب المفروضة على الأغنياء القليلة مقارنة بالضرائب الأعلى المفروضة على الفقراء هي السبب الرئيسي، ونحن نعلم أن معظم دول الشرق الأوسط تحديدا في المنطقة العربية تفتقر لنظام ضريبي يعني عادل أو حقيقي يشبه ذاك الموجود في الدول الأوروبية أو الاقتصادات المتطورة، وبالتالي ما هو سبب هذه الفجوة لو وضعنا جانبا موضوع الضرائب الغير مطبق أصلا في العالم العربي؟ أعتقد أن السبب الأهم هو في عدم المساواة في منطقة الشرق الأوسط، هو نفس السبب الذي يسود في أفريقيا، وهو أن هناك فوارق اقتصادية بين الطبقات الاجتماعية، وهذه الفوارق هي التي تضع ضغوطا على الطبقة الفقيرة، وبالتالي
وهناك أيضا دراسة لنتائج الشركات ودخل الشركات تظهر أن الكثير من الشركات لا تدفع الضرائب. فمثلا في بعض الدول مثل الجزائر وغيرها أثبت ذلك. نعم، لقد رأينا أن هناك مشكلة في دفع الضرائب وفي النظام التعليمي وفي نظام توفير الوقود والاحتياجات للناس، وبالتالي فإن الضرائب هي أحد الأسباب، لكن هناك أسباب أخرى. نعم، فمثلا هناك من يرتادون السيارات الفارهة أيضا في المنطقة. شكرا جزيلا لك سيد ماكس لوسون، رئيس برنامج المساواة في منظمة أوكسفام، حدثنا عن تفاصيل هذا التقرير. أيضا سألنا بعض المواطنين في لبنان وفي تونس عن رأيهم في أسباب اتساع هذه الفجوة بين الفقراء والأغنياء بحسب تقرير أوكسفام، وكانت هذه بعض أجوبتهم، فلنتابع. طريقة توزيع الثروات أو طريقة توزيع المال العام أو حتى الخيرات اللي موجودة في البلاد، يعني لابد وأنها تخضع إلى معناتها استراتيجية جديدة، خاطر الطريقة اللي عنا إحنا هي حتى طريقة المنوال التنمية الموجود في تونس هو منوال كلاسيكي. في مثل بيقول المال بجر المال والقمل بجر السيبان. واحد معه مصاري غني مصرياته بزيدوا، معه بيستثمروا، الفقير ما معهوش شيء. شو المشكلة هاي؟ لأنه مقدرات البلاد الاقتصادية بإيدهم، حتى هيك هوليك عم بيشتغلوا مثل الغنم بلا مأخذة، هوليك عم بيلموا هالمصاري، مقدرات البلاد بإيدهم كل مالها بتزيد. الأغنياء ديما يبقوا أغنياء والفقراء يبقوا ديما فقراء، وأنت هذا معروف، هذا الشيء مش من تو، من سنين ومرت، أي فهمت؟ ما ثماش حاجة، الفقير يبقى توجور فقير. وانت شفت العرض في تونس من 60 سنة وتوا تخلفات 8 سنين يصير هكا، شوف الشمال الغربي وتشوف الدنيا، مازلنا نعيشوا في عالم تاع 1000 سنة التالي. تقدمنا كان في التكنولوجيا الاتصال، التسجيل عن بعد وعن قرب، هذا اللي تقدمنا فيه، أما في الحكايات الصحيحة ما تقدمناش فيها. سياسات الدولة اللي عم تتبع شو اسمه سياسات بتحمل الفقراء ضد ثروة الأغنياء، هذا السبب الرئيسي، لأنه في الشرع وفي الدين الإسلامي ليش الله أجبر الأغنياء لدفع مبلغ معين للفقراء بشكل سنوي لتقليل الفرق بين والهوة بين الأغنياء والفقراء. نظام العالم المالي والاقتصادي هيك ماشي يعني، ومبني على هالأساس يعني، ما حيتغير بظروف أبسط من هيك. نسبة الفساد كثرت، هذاك علاش الأغنياء باش يزيدوا غنى والفقراء باش يزيدوا يفقروا، معناتها سهلة برشا الحكاية. I think أكثر شيء هلا عم بأثر على هذا الموضوع هو البزنس. سو بس البزنس عم يكبر عم بيزيدوا مصرياتهم العالم، واللي ما عم بيلاقي شغل أكيد يعني رح يفقر ورح يبطل معه مصاري. لأن ثلاث أرباع الأغنياء حرامية، والوارد خي ساري ويرتين أو من ضربات كبيرة، ما فيه شو واحد آدم يصير غني. الأغنياء زادوا أغناء بحكم أنسوا دينهم وأنسوا ربي سبحانه وتعالى، وش باش نقول لك آخر، وإحنا معنا المواطن العادي معنا يمسوله من دمه ومن لحمه ومن من صحته. الفقير عم يضل يفقر أكثر لأنه الوضع وخصوصا عنا هون بالبلد يعني ما في شيء عم يعني بيتأمن له ولا شيء، والغني بيطلع طلوع. لإلقاء مزيد من الضوء على هذا الملف ينضم إلينا من الرباط محمد زهاري، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان. ومن بيروت أرحب بالبروفيسور جاسم عجاء، أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية. أبدأ معك بروفيسور جاسم، يعني سمعنا آراء هذه المواطنين، أغلبها تقول الفقير يظل فقيرا والغني يبقى غنيا، لكن سياسات الدولة الاقتصادية والسياسية أيضا لها دور في بقاء الغني غنيا على ما يبدو، على الأقل في لبنان. يعني أولا اسمح لي أشكرك سيدي الكريم على الاستضافة. اللي لازم نقوله أنه هناك تواطؤ واضح بين أصحاب الثروات وبين السلطات الحاكمة، وهذا أمر يعني معروف. الفساد
وغياب الحوكم الرشيدي عم بيخلوا هؤلاء الأشخاص يهربوا من دفع الضرائب، وبالتالي التهرب الضريبي في المناطق العربية وفي لبنان يعني نسبه كتير عالية، وهذا السبب اللي عم بيخلي بحسب تقرير المنظمة انه في عندك اول يعني اخر برسنتايل اخر اعشار بالاشخاص اللي بي يعني اللي بيستحصلوا على الاموال باعلى نسبة عم بيوصل ربحهم 200% لكل دولار عم يستثمروه عم بيطلعوا مقابله 200 دولار، وهذا السبب يلي بيخلي اللي حاطينه حضرتكم هلا على الشاشة انه 26 شخص بيملكوا نص ما بتملكه البشرية. نعم هذا الحكي مزبوط، وهذا بينطبق كمان على حالة دول الشرق الأوسط بما فيهم لبنان. بلبنان مثلا عندنا 0.3% من الشعب اللبناني بيملك أكثر من 50% من ثروة لبنان، 67% من الشعب اللبناني لا يملك الشخص يعني الفرد الواحد لا يملك أكثر من 10,000 دولار. يعني في عندك عدم عدالة لا عدالة اجتماعية بتوزيع الثروات. ولكن إذا بتسمح لي أستاذ الكريم بدي بس توضح فكرة صغيرة، لأنه بحسب ما شفت المقابلات مثل كأنه عم بتلمح أنه يعني بدنا نتحول لنظام شيوعي ويكون في توزيع متوازي للثروات. لا مش هذا هو المقصود. التوزيع العادل للثروات أساسه أنه يكونوا كل المواطنين متساويين قدام القانون، وهذا الأمر مش مزبوط، لأنه مثل ما قلت لحضرتك أصحاب الثروات هن ببعض الأحيان وحتى فينا نقول بمعظم الأحيان فوق القانون، وهذا بتواطؤ مع السلطات. نعم. تاني نقطة، لازم كل شخص يكون عنده تكافؤ بالفرص مع الغير. يعني بتقرير أنا اللي قريته حقيقة انه الولد الطفل يلي بيخلق بعائلة فقيرة عنده حظوظ انه يعيش اقل بكثير يعني لحد النص من الشخص اللي من الطفل اللي بيخلق بعائلة غنية. فاذا ما في تكافؤ للفرص بذات الطريقة، اذا هذا الطفل صار شاب وبده يشتغل أكيد الطفل الفقير ما عنده الحظوظ لأنه بده واسطة بنظام الحوكمة الرشيدي غائب عنه. أنا اللي بقوله أنه السبب الأساسي بظل الفساد وغياب الحوكمة الرشيدي هي اللي عم تأثر على غياب أو بالأحرى عم تأثر على العدالة الاجتماعية، وبالتالي عم بتخليها تبطل موجودة. الأغنياء عم بيزيدوا غناء والفقراء عم بيزيدوا فقر. فإذا دعني ابقى معي بروفيسور جاسم، دعني فقط أنتقل لضيفي أيضا من الرباط لأسمع وجهة نظره بهذا الموضوع. يعني سيد محمد، في لبنان الفساد يعني يتخذ ربما أجل صوره في عدم العدالة التي تحدث عنها ضيفي، لكن في المغرب يعني تحول الفساد وسوء الإدارة الحكومية و أيضا سوء ترشيد الموارد إلى مظاهرات شهدناها في منطقة الريف، حراك الريف. هل تعتقد أن المغرب لديه القدرة، وهو أيضا من الدول الموجودة في تقرير أوكسفام باعتباره جزء من الشرق الأوسط، لديه القدرة على تقليص هذه الفوارق بين الأغنياء والفقراء؟ شكرا على الاستضافة. وأكيد طبعا ما سبق لي زميلي من لبنان أن أتراه أن مسألة الفساد ونهب المال العام وعدم التوزيع العادل للثروة وفق الإمكانيات والكفاءات الشخصية هي عنوان موحد في العالم العربي. إذا لا يمكن أن نستثني أي بلد عربي عن هذه العناوين التي ربما جاءت بشكل مفصل في تقرير منظمة أوكسفام. أؤكد على أنه المغرب هو كذلك يعيش كباقي الدول العربية في هذا الاتجاه، وقد ارتفعت الأصوات سواء خلال قبل حراك الريف وحراك جرادة خلال مسيرات التي كانت في سياق الربيع العربي، مسيرات التي جاءت بعد حركة 20 فبراير والتي كانت من ضمن عناوينها الأساسية هي عدم الجمع ما بين الثروة والسلطة والتوزيع العادل للثروات
عدم تهرب يعني أصحاب النفوذ المالي والرساميل المالية الوطنية، عدم تهربهم من ضرائب ومساهمتهم بشكل آلي وقانوني في إنماء الثروة الوطنية. وهذا ما لا يحدث كذلك، ويمكن أن أسوق مثالا حدث مؤخرا بعجالة لو سمحت في التلفزيون العربي، وهو المتعلق طبعا وهو مهم جدا لأنه كان سبقا للجنة المالية في مجلس النواب وهو الغرفة السفلى في البرلمان المغربي، سبق لها أن أعدت تقرير يتعلق بشركات المحروقات في المغرب. تعرفون أن المغرب ليس بلدا منتجا للنفط، ولكنه مستورد تقريبا بنسبة 100% مما يستعمل ويستغل على المستوى الوطني. أثبت هذا التقرير بخلاصة أنه كانت هناك 17 مليار درهم، يعني أكثر تقريبا حوالي 2 مليار دولار، تم استخلاصها كأرباح بطريقة غير أخلاقية، وهي يعني تم النصب فيها بين قوسين على المواطنين، بمعنى أنها استصدرت واستجمعت من جيوب المواطنين 2 مليار دولار. هذه الميزانية المهمة وهذا المبلغ المالي المهم كان من الإمكان أن يساهم في إنعاش الثروة الوطنية وفي إنعاش الاقتصاد المغربي وفي المساهمة في نسبة رفع على الأقل نقطة من نسبة النمو وبناء العديد من المدارس وبناء المستشفيات وبناء وإحداث طرق سواء كانت منها. نعم سيد سهاري، وصلت الفكرة. دعني أعود إلى ضيفي في لبنان فقط لأستوضح منه حول قضية أخرى يعني نجدها في لبنان بعجالة. بروفيسور جاسم، ثقافة الاستهلاك أيضا في لبنان، لبنان أحد البلدان المصنفة على المقاييس العالمية بأن ثقافة الاستهلاك وتحديدا التفاخري كما تدعوها الدراسات منتشرة بشدة. ألا يؤثر انتشار هذه الثقافة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي أيضا في تعميق هذه الفجوة بين الفقراء والأغنياء؟ يعني سؤالك بمطرحه، ولكن اللي لازم نعرفه أنه اللي المجتمع مقسوم نحن بنعرف لثلاث طبقات، الطبقة الفقيرة، الطبقة الوسطى، والطبقة الغنية. الطبقة الغنية نسبتها من المجتمع قليلة، بضل أنه الطبقة الوسطى هي الحجم الأكبر، والطبقة الفقيرة من المفروض أنه تكون قليلة جداً. اللي عم يتفاخروا واللي تفضلت حضرتك وقلته هني من الطبقة الوسطى، وبمعظمهم يمكن بيكونوا من الطبقة من أعلى الطبقة الوسطى، ولكن هذا الأمر لا يعني أنه ما في ناس من أسفل الطبقة الوسطى كمان عم بيمارسوا هيك أنواع من المفاخرة. نعم. ولكن سيد الكريم راح أعطيك إذا بتسمح لي أكمل رقم بعجالة لو يعني سمحت، لأنه يعني انتهى وقت المخصص لهذا الملف بس بعجالة. إذا ممكن بتسمح لي، 17% من شعوب الشرق الأوسط، من شعوب الشرق الأوسط تعيش بأقل من 2 دولار في النهار، نهار دولارين بالنهار. هذا أكيد ما فيهم يفاخروا سيدي الكريم. نحن عنا بلبنان نسبة الفقر في بعض المناطق تفوق 37%، هاو أكيد ما فيهم يفاخروا. هناك فساد مستشري وهناك تواطؤ بين السلطة وأصحاب رؤوس الأموال، وبالتالي شكرا جزيلا لك. وصلت الفكرة، وصلت الفكرة بروفيسور الأمر هذا مش بروفيسور جاسم عجاء أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية، والشكر أيضا موصول لمحمد زهاري الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، كنت معنا من الرباط. نتوقف مع فاصل قصير وتتابعونا في بقية حلقة شبابيك، أبرز ما شغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، وأيضا كونشيرتو أوركسترا للموسيقار العالمي بيلا بارتوكوفي في الدوحة، وطقوس الفيتناميين للاحتفال برأس السنة الخاصة بهم في شباك الدنيا.
والآن حان موعدنا مع مواقع التواصل الاجتماعي وشباك هاشتاغ اليوم، نطلع على ما شغل بال الجزائريين خلال الأسبوع مع مراسلنا حسام تكالي. حسام، ماذا لديك اليوم؟ نشطاء يتهكمون على ترشح أحد السياسيين. نعم، مساء الخير لك ولجميع من يشاهد شبابيك الآن. تقريبا منذ إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن استدعاء الهيئة الناخبة ويعني تحسبا للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 18 من أبريل نيسان المقبل، هنالك حركية سياسية يعني خاصة داخل الأحزاب لدى الشخصيات التي تريد الترشح، لكن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. حسام ابقى معنا، يعني ربما نعود إليك، لكن دعني أنتقل مباشرة إلى مجلس العموم البريطاني لنقل خطاب لرئيسة الوزراء تيريزا مي، فلنتابع هذا الخطاب. إذن لا أصدقائي وسيدي رئيس، لا تحدثوا عن اجتماعات، والحكومة أيضا تواصلت معنا في هذه الاجتماعات بروح طيبة، وجميع من قابلناهم كنت راضية عن تصرفاتهم وحضورهم، لكنني أعتذر، لكنني لا أرضى، لكنني لم أرضى عن رفضي المعارضة الحضور لتلك الاجتماعات، وأتمنى أن يبدوا رأيهم بها وأن يقدموا لنا مساعدة للخروج بهذا الأمر. لذا فإننا سنستمر في لقاءاتنا هذا الأسبوع. دعوني أتحدث عن 6 نقاط تحدثنا عنها. النقاط الأولى تحدثت عن التقدم، الإحراز تقدم، وأولها كان حول خروج كنا خائفين من خروج بريطانيا دون التوصل إلى اتفاق، ويجب أن نكون صادقين مع الشعب البريطاني ونقول لهم إن الخروج دون اتفاق، يجب علينا الوصول أولا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول الخروج دون اتفاق، وهذا ما تريد حكومتنا هنا التفاوض عليه. والخروج دون اتفاق يريد أيضا تمديد المادة 50، وهي تعني البقاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يجب علينا تمديد المادة 50 من أجل نقاش هذا الموضوع في الاتحاد في البرلمان. وهذا لا يعني أننا سنخرج دون اتفاق، ولكننا نريد الوصول إلى قرار نهائي. تمديد المادة 50 سوف يمنحنا الفرصة لوضع خطة، وعندما قالوا الناس أننا ممكن أن نخرج دون اتفاق فإن له تأثيرات على بلدنا، وبالتالي يجب على البرلمان أن يأخذ خطوته ويمدد المادة 50. وإذا تحدثنا عن نتائج الاستفتاء، لا يجب علينا أن نتحدث عن إعادة الاستفتاء، وبالتالي جميع أحزاب المعارضة التي تشاركت معنا في المناقشات قالوا تحدثوا عن فرصة استفتاء ثاني، وأنا متخوفة من هذا الاستفتاء، ويجب علي أن أطبق نتائج الاستفتاء الأول، وأرى أن الاستفتاء الثاني سوف يكون له آثار سيئة، وبالتالي سوف يضعضع ثقتنا في استفتاءاتنا في هذا البلد. نعم، وهذا يجب، هذا الأمر أيضا يحتاج تمديد المادة 50 من اتفاقية الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يجب علينا أيضا أن نعود إلى البرلمان الأوروبي لمناقشات هناك، وبالتالي وأيضا الاستفتاء الثاني فإنه سوف يؤثر على علاقاتنا وعلى استقرارنا وترابطنا. سيدي، لا أعرف أن لا أعرف بماذا يفكر رئيس المعارضة، لأنه لا يشارك معنا، وأيضا هناك أفراد من المعارضة يريدون المشاركة، وهناك غالبية من الناس يتحدثون عن استفتاء ثاني،
وإذا كنت مصيبة فيما أقول فإنني أقول للذين يريدون البقاء في الاتحاد الأوروبي هو جزء من الاتفاق. وهنا أريد أن أحدث تقدما. أفراد الحزب الوحدوي أيضا الحزب الديمقراطي الوحدوي الإيرلندي عبروا عن قلقهم، وجميعهم قالوا إننا يجب علينا احترام اتفاقية بلفاست وعدم الخروج مع وجود حدود بين الإيرلندتين. ويجب أن أقول أن هذا الصباح اتفقنا على أن حكومتنا لن تعود للحديث عن اتفاقية بلفاست. وبالنسبة لشبكة الأمان فإنه رغم ما توصلنا إليه يبقى هناك أمرين، هو أن شبكة الأمان ستكون مؤقتة وإنها سوف تؤثر على اتحادنا إذا أرادت إيرلندا الخروج من بريطانيا. لذا فإنني تحدثت مع الأحزاب ومنهم الحزب الديمقراطي الوحدوي من أجل الحصول على دعم في هذا المجلس، وبالتالي هذه النقاشات أيضا سأعود بها للاتحاد الأوروبي. هناك أفراد قلقون من الإعلانات السياسية هنا، وهذه الإعلانات السياسية التي تحدثت عن مستقبل العلاقة في بريطانيا، وبالتالي فإنها أيضا تتحدث عن المستقبل، وهذه النقاشات سوف تكون مختلفة وبالتالي سوف تكون معمقة، وسوف نبحث ونضع فريقا للنقاشات والمباحثات حول التجارة والأمن، وأيضا ليكون لديه بيانات حول الأمن والتجارة. وهذه أريد أن أؤمن أن أعطي تطمينات لهذا المجلس. هذا البرلمان يجب أن يكون مشاركا في هذه المفاوضات، وهذه مسؤوليتي أيضا الاستماع لجميع الزملاء ولأولئك الذين صوتوا للبقاء وللخروج من أجل وضع صورة متكاملة لطريقتنا في التفاوض. وبالتالي فإن طريقتنا في التفاوض سنضعها في أيضا أجندة معينة، وسوف يكون هناك خبراء في هذا المجال القادم من التفاوض، في هذه الفرصة القادمة من التفاوض. ويجب علينا أيضا نريد أن نطمئن الاتحاد الأوروبي حول النقاط التي نمر بها. أعرف أن البرلمان اليوم ليست لديه رؤية متكاملة عن ما قدمته حكومة، ولكننا هذه الحكومة لا تستطيع أن تتقدم لأن هناك معارضة. وبما أن النقاشات تتقدم ومع تقدم النقاشات سوف نقوم بلقاءات سرية أيضا ولقاءات مغلقة من أجل الاطلاع على هذه النقاشات، وسوف نقوم بإيصال المعلومات للمجلس وإطلاعه عليها. نعم، حكومة الملكة هي المسؤولة عن النقاش لجميع البريطانيين، وبالتالي فإننا سوف نقوم بمهمتنا وسوف نتخطى التحديات في هذه النقاشات. آمل أن ألتقي بجميع الأحزاب وأن نكون على رأي واحد وأن نتفق معا وأن نختار أشخاصا يمثلوننا في إيرلندا الشمالية. ونهاية أرضا نريد أن نكون أيضا متعاونين مع الأعمال والاتحادات العمال خارج هذا المجلس. جميع من كانوا في هذا المجلس عبروا عن رأيهم، لكن أيضا خروجنا من الاتحاد الأوروبي لا يعني أننا سنقلل فرص العلاقات معه، وبالتالي يجب علينا
الحفاظ على فرص العمال وأن تكون هذه البلد قائدة في هذا المجال، وبالتالي نريد دعما لهذه الحكومة ودعما للتصويت الذي ستطرحه، ومن أجل أن يقوم من أجل أن يوافق البرلمان على هذه التغييرات التي ربما سنضعها. أريد أن أعمل مع أفراد من هذا المجلس من أجل حماية الأعمال وحماية رؤوس الأموال ووضع تشريعات جديدة تحميها. هناك عدد من أفراد البرلمان تحدثوا عن المعوقات التي تواجه الأوروبيين الذين يسكنون هنا والبريطانيون الذين يسكنون في أوروبا. نحن نحمل على عاتقنا الحفاظ على وحدة وبقاء الأوروبيون في بريطانيا أيضا، وفي كما هي الآن سواء خرجنا باتفاق أو بدون اتفاق. وبالتالي نحن أيضا نريد الاتحاد الأوروبي أن يوافق على هذه الاقتراحات. بعض المنظمات أيضا هناك أريد أن أؤكد لها أننا في 29 من مارس فإننا سوف نقوم بدفع الضريبة المترتبة علينا للخروج إن خرجنا، وبالتالي لن يكون هناك معوقات أمام أوروبي يريد البقاء هنا. أيضا الذين يريدون البقاء من البريطانيين في الخارج لن يكون عليهم أي معوقات. بعض دول الاتحاد الأوروبي أيضا ضمنت هذه الحقوق لبعض البريطانيين المقيمين لديها إذا خرجنا دون اتفاق، وأعتقد أنهم جميعهم سيقومون بنفس هذه الخطوة. بالنسبة للأيام القادمة فإنني سوف أقوم بوضع رسالة، هذه الرسالة تتضمن بعض الفقرات من الاتحاد الأوروبي والاتفاقية اتفاقية الاتحاد الأوروبي، فإنها سوف تكون أيضا هذه الفقرات قابلة للتعديل في 29 من شهر مارس، وسوف أعود للمجلس بتلك التطورات. هذه التعديلات ليست من أجل تعديل الاتفاقية التي وصلنا لها، وإنما من أجل إطلاع البرلمان عليها. وفي الأيام القادمة سوف يقوم بعض أصدقائي بلقاء أفراد من البرلمان وأفراد من اتحادات العمال والتجارة من أجل شرح المواضيع لهم. أولئك الذين يريدون تصويتا آخر أود أن أقول لهم أن غالبية المجلس لا ترغب بذلك، وإذا أردنا الوصول إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي فإنني لا أعتقد أن هناك فرصة لإزالة أي اتفاق عن الطاولة. وبالتالي أعتقد أن هذه التغييرات الثلاثة ستفتح لنا فرصا أكثر من أجل إقحام البرلمان في الخطوات التي نقوم بها وبمناقشتنا مع الاتحاد الأوروبي، وبالتالي أيضا تحفظ حقوق العمال، وأيضا وهذا من أجل أيضا تؤمن فرصنا للخروج دون التأثير على الإيرلنديتين ووضع حدود بينهما. وإذا قمنا بذلك فإننا نقوم بتنفيذ ما صوت عليه البريطانيون وأيضا ما اتفقنا عليه مع الاتحاد الأوروبي. والآن أترك الفرصة للمجلس. شكرا. أقيم بالدوحة تحت رعاية أوركسترا قطر الفيلهارمونية حفل كونشيرتو أوركسترا للموسيقار العالمي من أصل مجري بيلا بارتوك الذي انتقل للعيش في الولايات المتحدة في فترة الحرب العالمية الثانية، وهناك عزفت كونشيرتو أوركسترا لأول مرة في مدينة بوسطن سنة 1943. ألف هذا الموسيقار أروع السيمفونيات التي أصبحت عالمية والتي لا تزال تعزف حتى يومنا هذا في معظم دور الأوبرا في أوروبا والعالم.
معزوفات عالمية نقلت عشاق كونشيرتو الأوركسترا إلى عالم انغماسي مع إبداعات الفنان العالمي بيلا بارتوك في حفل أقيم تحت رعاية أوركسترا قطر الفيلهارمونية. عبقري الموسيقى الكلاسيكية بيلا بارتوك الذي ولد في المجر وتعلم العزف على آلة البيانو منذ الطفولة استطاع أن يؤلف أروع ما عزفته الآلات الموسيقية خلال القرن العشرين. بارتوك ألف هذه المقطوعة الموسيقية سنة 1943 وهي واحدة من أهم المؤلفات في القرن الماضي. في هذه المقطوعة يمكننا أن نلاحظ مختلف ألوان الأوركسترا، وبارتوك جمع مختلف أنواع الموسيقى من دول عدة. لورينزو فيوتي قائد الأوركسترا قدم عرضا استثنائيا أحيا فيه إبداعات الموسيقار بارتوك التي كانت غالبا غير متناظرة دفعية ووحشية في كثير من الأحيان، فأمتعت الحضور رغم الاختلافات الثقافية. الموسيقى الكلاسيكية أحس فيها تعب أكثر في الأداء، فيها روح تحس في الموسيقى نفسها، تعطي الجو للمستمع. أندرياس أوتن سامر عازف الكلارينت النمساوي زاد بطريقة عزفه الاحترافية لهذه الآلة من جمال المعزوفة. وهيبة أبو حلايس، التلفزيون العربي، الدوحة. ومن الدوحة نرحب بمحمد فخرو مسؤول قسم الفعاليات في أوركسترا قطر. أهلا بك سيد محمد. يعني مع بداية هذا الموسم بداية واعدة في للأوركسترا الفيلهارمونية القطرية، ماذا يوجد على أجندة الأوركسترا لهذا الموسم أكثر من ذلك؟ طبعا هالسنة إن شاء الله راح يكون في خليط من من الحفلات. إن شاء الله راح نركز، يكون طبعا هي بالأغلب راح تكون الموسيقى الكلاسيكية، وراح يكون إن شاء الله في نفس برامج الأطفال مسرحيات، راح تكون في عندنا الفيديو جيمز لايف اللي هي موسيقى ألعاب الفيديو جيمز، راح يكون في لها معرض، وإن شاء الله في حفل نحضر له لموسيقى الكرتون القديمة. فإن شاء الله بيكون في يعني مزيج من الشرقي والغربي. يعني سيد محمد، يعني هذا النوع من الموسيقى عادة ما يكون له يعني جمهوره الخاص إن صح التعبير، كيف تنظرون إلى حجم الإقبال على حفلات الأوركسترا في قطر؟ ناس ما تفضلت حضرتك، هو الحضور حسب البرنامج اللي تقدمه. لو كانت موسيقى كلاسيكية القديمة راح يكون طبعا معدل حضور الجمهور من الفئة الكبيرة يعني في العمر، ممكن لأجانب. إذا كان مثلا تغطية لموسيقى عربية راح تشوف جمهور من قطر، إذا كانت عن موسيقى الأطفال راح تشوف أطفال، فحسب حسب حسب البرنامج. احنا طبعا كل أسبوع تقريبا في برنامج مختلف، فممكن تتنبأ باللي راح يحضر من حسب البرنامج اللي راح تقدمه. كيف كانت ردود فعل الجمهور على هذا الحفل ونحن نتحدث عن يعني أحد أهم الأسماء في عالم الموسيقى الكلاسيكية؟ احنا الحين في بداية الموسم، يعني كانت بداية موفقة إن شاء الله، وراح يكون في عرض كبير في تحضير لمرور 10 سنوات على أوركسترا قطر. إن شاء الله راح يكون في يوم 26 فبراير، راح يكون في مقطوعات من كوندكترز يعني قطريين والموسيقار الكبير الجبار مارسيل خليفة.
طيب يعني ما هي الفعاليات أيضا، ما هي الخطوات بالأحرى التي ستتخذها الدوحة من أجل تدعيم قطاع الموسيقى وهي الرائدة بين دول الخليج إن صح التعبير في دعم هذا القطاع؟ طبعا الآن في البعيد إن شاء الله نحاول أن الأوركسترا تكون ضمن من جنسيات مختلفة، ونحاول نركز أن يكون في من ضمنهم قطريين، يعني على مستوى عالمي أن يكونوا يعزفون مع الأوركسترا، أن احنا الستاندرد عالمي. فهناك في أكاديميات للموسيقى للأطفال الحين يتعلمون، صرنا نشوف موزعين قطريين عندنا نفس دان الفردان وصاحبي ناصر السهيم وائل البن علي، فعندنا إن شاء الله مواهب قطرية، وراح إن شاء الله تكون أكبر وأكبر في المستقبل، لأن الحين صار في تثقيف زيادة للموسيقى، دور الموسيقى والحفلات بدأت تزيد، فالموسيقى هي جزء من تطور المجتمعات، ممكن اقتصاديا وهاي، والموسيقى أيضا تدخل في كل مجالات الحياة أيضا. شكرا جزيلا لك محمد فخر مسؤول قسم الفعاليات في أوركسترا قطر، كنت معنا مباشرة من الدوحة. ونختم شباك الفنون من لبنان، حيث أثار فيلم مطلوبين للكاتبة نبال عرقجي بعض الجدل. الفيلم يناقش موضوعا حساسا، إذ يروي قصة مجموعة من كبار السن اختاروا السكن في دار للمسنين، ولكن بعض الناس انتقدت المعالجة والإخراج في هذا الفيلم. فلنتابع. سنة حلوة يا جميل أقبل المية وينك وين قطعتهم من زمان جايك؟ إذا بتقرب عليه بدي كسر لك إجاكي تنام مش وعدة. قدي عمرك كريم؟ 36. كتير كبير علي. انت برأيك ليه وليتكن حطوكن هون؟ ما بقى إلكن عادي، بعتوكن لعندي. وأنا لأنه ما كتير بحب الكليب، أنه كان عندي شوي هيك حتى اتقبل الفكرة. الكلب هو من ال كمان إذا بدك حتى يقوي فكرة إنه هي قديش مع الحيوانات عم تتعامل منيح، بس مع العالم عم تتعامل بوحشية. إذا بدك دور كتير شرير اللي عم بلعبه، يعني مركب، وهو موضوع الفيلم فعلا إنساني مهم كتير. وتصير كتير صلينا بالتصوير لأنه كان جو كتير مريح، لأنه الفيلم فكاهي والأشخاص اللي عم بيمثلوا فيه كمان كان جو كتير مميز. أنا إنسان بتأثر كتير، يعني بحديث إذا هلأ خبرتيني قصة وحسيت القصة بتأثر فيها بتأثر فيها. خبرتنا القصة نبال عرقجي وتأثرت فيها، قلت لي بدك تشارك فيها؟ قلت لها إيه أكيد why not، بس قلت لها ما بعرف مثل، ما بحيث مثل. قلت لها حط إيدك مي بردة واتكل على الله وتعا. بقى رحت وكانت التجربة حلوة، بعد ما شفت حالي بجي اكتشف حالي اليوم بالتمثيل. صراحة كتير حلو، شو ما قلت لك قليل. أول شيء الشغل مع نبال كتير مريح، واشتغلنا شي شهرين وأكتر بالليل بالنهار بالشتاء بدك، بس كان كتير بعقد رغم كل التعب. هاي تجربة جديدة لإلي، أنا كنت مثل تقريبا مثل ما أنا بحب، وكان المخرجين يقولوا لي بعض الملاحظات، بس مع نبال عرقجي هي حبت الكاركتير يكون بهالريتم هيدا بهالمنتج هيدا. أكشن تايم. هيدي أول مرة إذا بدك بنشوف فيلم لبناني، بركي يمكن أنا الأبطال تبعوله بيتخطوا عمر 50 سنة أو 40 سنة إذا بدك. بالنهاية هيدا المساج كتير مهم، حتى ما نوصله بطريقة تراجيدية فينا نوصل بطريقة كتير مهضومة، وهذا يمكن النبال اللي عملته. لما يكون حدا عنده هيك مشروع وعم يشتغل من قلبه وعم يتعب وعم يتعذب بهالظروف الصعبة لا يعمل فيلم، إيه نحن موجودين، نحن موجودين. نتوقف مع فاصل قصير ونتابع بعده بقية حلقة شبابيك. كشف أثري جديد في الجزائر يكشف النقاب عن أهرامات منسية هناك. ونطلع على أول معهد موسيقي للأطفال في ريفه حلب. في حلقتنا أيضا حل جديد للتخلص من هالات العيون السوداء.
والآن إلى شمال الجزائر، حيث يعكف الباحثون في علم الأثار على كشف أسرار أهرامات بنيت قبل 16 قرنا وما تزال تحتفظ بأسرار كثيرة، إذ يوجد هناك أكثر من 100 هرم يشبه بعضها أهرامات الجيزة المصرية مع اختلاف في التصميم. تتباين آراء الباحثين بشأن هذه الأهرامات والشخصيات التي دفنت فيها، أمر سيعكف عليه علماء الآثار في مقتبل الأيام للكشف عن هذه الأسرار. فلنتابع هذا التقرير ونعود إليكم. عندما نسمع بالأهرام يخطر على بالنا الحضارة الفرعونية في مصر أو حضارة المايا في أمريكا اللاتينية أو النوبة في السودان، لكن هناك أهرامات منسية في الجزائر تعكس حضارة يعادل عمرها أهرام الجيزة. أكثر من 100 هرم تنتشر من أقصى شمال البلاد إلى جنوبها، تعود إلى الحضارة الأمازيغية، لكن أهميتها غابت مع غياب الاهتمام الحكومي. فيما يخص التصنيف هناك عدة دراسات أو نحتاج إلى عدة دراسات وعدة وثائق سواء فرنسية أو محلية تتكلم عن هذه المعالم من أجل إدراجها في الملف الذي سيقدم لليونسكو من أجل تصنيفه كتراث عنا. حقبة الاستعمار الفرنسي تسببت أيضا في ضياع هذه المعالم مع نقل محتويات الكثير من الأهرام إلى باريس، إلى جانب سرقة الأثار وعمليات التخريب. لاحظنا هنا إعادة الصخرة إلى مكانها الأصلي بعدما كانت قد نزعت من طرف أشخاص نوعا ما لأغراض خاصة لا نستطيع الجزم. نظرا للقيمة التاريخية لهذه الأهرامات، تعمل منذ فترة مجموعة من نحو 20 عالم آثار وطلابهم على محاولة ترميم وصيانة ما تبقى من هذه الأهرامات. هنايا رانا نتوايو لي سيمبول ديالنا هنايا باش نبينوهم، من بعد ناخذوا لي ميزور تاع لابيا ولي ميزور تاع السيمبول بارابور لابيا. وعلى الرغم من أهمية أهرامات الجزائر في الكشف عن تاريخ الشعب الأمازيغي، أول من استوطن منطقة شمال إفريقيا، لا تزال حتى اليوم في طي الإهمال والنسيان. من الجزائر العاصمة نرحب بالباحث المتخصص في التراث المعماري والآثار مصطفى معزوز. أهلا بك سيد مصطفى. يعني هذا الكشف المهم على ما يبدو على الأقل حتى الآن عن هذه الأهرامات، لماذا تأخر؟ لماذا اليوم إلى اليوم حتى يكشف هذا الأثر المهم وهو الموجود منذ آلاف السنين على ما يبدو؟ أولا أهلا بمشاهدي قناة العربي وبكم أخي الكريم. أهلا بك. شرفتونا على كل حال عبر الأثير. والله للشهادة العلمية، الجزائر هي حسب آخر الأبحاث العلمية ثاني مهد للحضارة الإنسانية. منذ أقل من شهرين كانت هناك إعلان رسمي وعالمي عن مجموعة من الباحثين الجزائريين الذين قاموا بالكشف عن آثار تعود إلى ما قبل التاريخ، وهي ما يثبت أن الجزائر نتكلم على أراضي شمال إفريقيا هي كانت المهد الثاني للحضارة الإنسانية. في الحقيقة أنه هذا الاكتشاف ليس بجديد ولا يمكن أن يكون جديد، لأن إذا انطلقنا من المسلمات القاعدية في العلم الحديث وما يخص الكشف عن الآثار المخبأة تحت الأرض بالطرق بالأشعة ما فوق الحمراء وكل ما يخص العلم التكنولوجي فيما يخص كذلك إعادة الترميم من عن طريق السكان الترويدي، نظن أنه ما زال هناك اكتشافات كثيرة سننزع عنها الغبار وننفض عنها الغبار في الأيام والأشهر القادمة، خاصة مع أنه في الجزائر هناك مدارس وكذلك معاهد قد أنشئت حديثا تهتم خصيصا بالتراث المعماري والتراث كذلك في التراث المادي والغير المادي. أظن أستاذ مصطفى اسمح لي أن أقاطعك، يعني أنت تتحدث وأنا أشاهد الصور التي ترصد هذه الآثار، يعني هي صور جميلة للغاية وتشبه إلى حد ما أهرامات الجيزة، حتى أن حالتها حالة يعني جيدة باستثناء على الأقل من الداخل باستثناء الأجزاء العلوية. هل يمكن الربط بين هذه الأهرامات وبين الأهرامات الموجودة في مصر؟
بطبيعة الحال احنا هناك ابحاث، انا على كل حال بصفتي خبير دولي في التراث المعماري معتمد من طرف هيئة الخبراء الدوليين بجنيف بسويسرا وانشط هنا في الجزائر، نظن انه هناك دراسات علمية في الوقت الحالي في برامج إيراسميس كذلك تهتم بالعلاقة الجوهرية الميدانية المادية وغير المادية كذلك بين كل الآثار على مستوى الكرة الأرضية. تكلمنا كنت أخي الكريم تكلمت عن حضارة المايا وحضارة الفرعونية، نتكلم على حضارات أخرى منتشرة عبر العالم، وسنجد هناك هندسة جوهرية، هندسة صورية تربط بين كل نقاط الأهرامات عبر العالم. البحث عن هذا الأمر وإدخالها في الكمبيوتر حتى تكون هناك متلازمة جوهرية في المعادلات الرياضية تسمح لنا باللي نكون نقطة تقارب ونقطة انطلاق لإنشاء هذه الأهرامات. نظن أن هناك عمل جوهري ينتظر كل من له باع في هذا الميدان، ميدان التراث، ونظن أن الباحثين ليس فقط في الجزائر فقط ولكن عبر العالم يجب أن يكون هناك تنسيق حتى نعمل على وضع أسس ديناميكية وان بروتوكول كنا بنسميه بروتوكول دانترفونسيون على هذه الآثار الجوهرية. سيد مصطفى اسمح لي أن أسألك هنا، يعني أنت تتحدث عن يعني أحد أهم الاكتشافات ربما الأثرية في الجزائر إن خرجت النتائج بما يشتهيه علماء الآثار على الأقل، لكن من المعروف أن عمليات الكشف عن الآثار دائما تكون أيضا بالتعاون مع بعثات أثرية أجنبية أو حتى عالمية بغض النظر عن جنسيتها. هل مثل هذا البروتوكول أو مثل هذا الأمر وارد في الجزائر أم أنكم حتى الآن تعتمدون فقط على القدرات المحلية الجزائرية؟ الجزائر على كل حال تربطها عدة اتفاقات دولية مع اليونسكو، مع كذلك الأمم المتحدة، وكذلك هناك علاقات جوهرية متزامنة ومتلازمة بين المدارس والجامعات الجزائرية والجامعات الأوروبية والعالمية، ونظن أنه هذا العمل هو عمل مشترك. حتى نذكر الإخوة الكرام المشاهدين أنه اكتشاف أنه الجزائر أراضي الجزائرية كانت مهد الثاني للحضارة الإنسانية تم كذلك بين تعاون من الدكاترة والأساتذة الجزائريين وكذلك في إطار عمل مشترك عالمي حتى يكون هناك مصداقية لهذه الأعمال بطبيعة الحال. شكرا لك مصطفى معزوز باحث متخصص في التراث المعماري والآثار، كنت معنا من الجزائر العاصمة حدثنا عن أهرامات الجزائر. ونبقى مع الشأن الثقافي والمعماري على وجه التحديد، خبر وفاة عالمة الآثار العراقية العالمية لمياء الكيلاني عن عمر يناهز 80 عاما. الكيلاني كرست نفسها لتراث العراق ولمتاحفه وأثاره، نتابع نبذة عن مسيرتها ومن ثم نبدأ هذا الحوار. من بغداد نرحب بالدكتور علي النشمي المؤرخ وأستاذ التاريخ الحديث، أهلا بك أستاذ علي. يعني لم يسمع الكثيرون باسم عالمة الآثار الراحلة لمياء قبل وفاتها، لماذا؟ على الرغم من أن الجميع اليوم يكتب في التأبين أنها واحدة من أهم الشخصيات الآثارية في العراق. لا طبعا هذا حال الأشياء الكثيرة في العراق، هنالك كنوز لم يعلن عنها. المرحومة لمياء اكتسبت قيمتها من كونها أول آثارية عراقية، وساهمت في التنقيب عن الآثار خصوصا في منطقة زارة لولو اللي هي تل الضباعي في بغداد تابعة لحضارة أشلونة عمرها 4000 سنة،
وكونها امرأة، ولكنها لم تساهم في التنقيبات سوى سنتين فقط، وبعد ذلك كرست كل حياتها للعمل داخل المتحف العراقي لدراسة الأواني الفخارية المقدسة النذرية السومرية وأيضا الأختام الأسطوانية، وهي رسالة دكتوراه من جامعة لندن في عام 1966. ولذلك فإن أغلب عمله هو داخل مديرية الآثار وداخل المتحف، ولذلك لم يكن لها اسم كبير جدا. ولكن كما قلت لك أن العمل الآثاري كان عملا شاقا ويتطلب المبيت في الصحراء وفي أماكن شاقة وصعبة، وهي فتاة كانت في عمر الزهور وكانت جميلة أيضا جدا، ومن عائلة أيضا تعتبر عائلة مقدسة، هي حفيدة واحدة من حفيدات عبد القادر الجيلاني الصوفي الكبير صاحب القدسية الكبيرة في العالم الإسلامي في الهند وفي الجزائر وفي المغرب. وبالتالي لذلك هذه المرأة يعني أفول اسمها كثيرا لأنها لم تساهم كثيرا بالتنقيبات الخارجية، لكنها قدمت لنا خدمة جليلة وفهرسة رائعة جدا للأختام الإسطوانية، وهي بمئات الألوف في المتحف العراقي لم تكن لا مبوبة ولا مدروسة. الأختام الإسطوانية طبعا هو اختراع عراقي عمره 6000 سنة، وهو قبل الكتابة، وهو ختم يأتي من الخرز أو من الحصى أو من الياقوت أو من الذهب، وتوضع به رسوم معكوسة، وعندما يبرم أو يلف على الطين فيكون شكلا معينا ورسما معينا، وبالتالي هو مثل التوقيع. ولذلك لحتى الآن نحن بالعربية نستخدم برمنا اتفاقية برم، وهي جاءت من الكلمة السامرية بوروم، لأن الختم الإسطواني كان يبرم، ودخلت اللغة العربية هذه الكلمة السامرية بوروم برمة. وذلك فإن دراستها كانت مهمة جدا وقدمت لنا صورا رائعة، حتى أن هذه الأختام الإسطوانية فيها إنجازات علمية كبيرة جدا، من ضمنها موقع الأرض من المجموعة الشمسية وجدت في أحد الأختام الإسطوانية. أيضا عدد الأجرام السماوية 8 أجرام وجدت فيها، وبالتالي أشياء كثيرة قدمتها من خلال هذه البحوث. نعم يعني دكتور علي، دعني أسألك أيضا عن الراحلة لمياء، هي ساعدت في عملية استعادة القطع الأثرية المسروقة بعد احتلال العراق، يعني هذا الجهد أيضا جهد جبار، ليس قليل على الإطلاق. لا طبعا جهدها الداخلي، من قال أن الجهد الخارجي هو أكبر من الجهد الداخلي؟ بالعكس، الجهد الداخلي بعض الأحيان يؤدي إلى نتائج علمية تفوق مرات عديدة الجهد الخارجي. بعض الأحيان تنقب سنوات لا تجد شيئا، ولكنك عندما تبحث وتدرس في اللقي الآثارية داخل المتحف ستصل إلى استنتاجات عظيمة. نعم. بالعكس، نعم. جهدها داخل المتحف كان كبيرا جدا، وأيضا هي ساهمت مساهمة فعالة كونها أصبحت بعد ذلك يعني تسكن خارج العراق، وبالتالي ساهمت مساهمة فعالة كخبيرة في الآثار العراقية وخبيرة أيضا في اليونسكو في عودة الكثير من الآثار، لأن تعرف الآن هنالك سوق لبيع الآثار العراقية التي تباع بدون لا قيد ولا شرط، وبالتالي كنا نحتاج إلى خبراء. نعم. ووجود هذه الخبيرة ساهمت في استرجاع العديد من هذه الآثار. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور علي النشمي، مؤرخ والأستاذ في التاريخ الحديث، كنت معنا من بغداد. جمعهما حب الموسيقى وفرقهما تنظيم الدولة الإسلامية عن بعضهما وعن آلاتهم الموسيقية أيضا. عاد الشابان إلى ريف حلب مجددا بعد أن تم طرد أعضاء التنظيم من المدينة، وأخذوا على عاتقهما تعليم الأطفال مبادئ الموسيقى لإخراجهم من أجواء الحرب التي عاشوها على مدى سنوات. مراسلنا التقى الصديقان أسعد ومحمد وأعد لنا التقرير التالي لنتعرف على قصتهما عن قرب. أنا أسعد عمر دنون من مدينة عزاز. أنا عازف أورج قبل الثورة، يعني قبل الأحداث اللي صارت عندنا في سوريا. من 12 سنة يعني أنا بعزف أورجات، وقبل أكتر كنت أعزف أورجاتهم في مدينة عزاز، وفجأة فات علينا داعش، وأنا اضطريت إني أضب أغراضي لأني هن ضد الموسيقى، متطرفين يعني ضد الفكر اني الموسيقى. ضبيت انا اغراضي وقمت من بالبيت وطلعت برات البلد. عند اللي راحوا وطلعوا داعش من المنطقه فتت انا على البلد، وكنت مره غيرك انا وصديقي يعني محمد رفيقي، كنا قاعدين وعم نفكر اني نفتح شيء معهد
ان تدريب الاطفال، واختار علي اني يصير اني نفتح لنا شيء اني طالع الاطفال من هذا الجو. انا محمد بزاره من ابناء مدينه عزاز، بشتغل ضمن مجال الهندسه الصوتيه ومجال الالكترونيات. من فتره طويله في معرفه انا واسعد، وشفنا جو الحرب هون مخربط واصوات قذائف الانفجارات، حبينا ننهض بمشروع جديد انه نخلص الاطفال من اصوات القذائف والانفجارات وندخلهم بجو جديد يروح عن نفسهم. اشتغلنا على هذا الشيء ولقينا اطفال يعني كثير كثير ان هن حابين يتعلموا ويطلعوا من هذا الجو، يعني مثل ما اني مفكرين العالم برا ان نحن ارهاب، نحن بالعكس نحن بنحب الموسيقى وبنحب الحياه وبنحب الطفوله وبنحب الطفل ان يصل للي بده اياه، للغايه اللي بده اياه. نحن عرفنا الطفل ايش بده، الغايه غايته هي اني يطلع من جو الحرب، بده شيء اني ينسي كل شيء، هي كانت الموسيقى. بلشنا ندرب الأطفال ونشتغل أغاني للأطفال بإمكانيات طبعا بسيطة وأقل من بسيطة. نحن بنطمح إن شاء الله للأفضل، بس عم نشتغل على مبدأ المعدات اللي موجودة عنا، باعتبار يعني نحن أوضاع البلد هون كتير سيئة والدخل المادي كتير قليل، يعني نحن عم نحاول قدر الإمكان أنه نطالع أحسن الشيء موجود عنا، وإن شاء الله نحن يعني راضين على الشغل اللي عم نشتغله. إن شاء الله المرحلة القادمة ننمي موهبة الطفل، طبعا بالتعاون مع الأصدقاء والملحنين والشعراء لإنتاج الأغاني، نوصل رسالة للعالم أنه الطفل السوري ضد التطرف والإرهاب. بتمنى أنه مكاني البسيط يكبر ويخدم جميع أطفال سوريا. ما عندنا شيء اسمه إرهاب، نحن أساس بلدنا أساس التعايش والسلم، ونحن يعني قدر الإمكان قدر الإمكان رح نقدر إن شاء الله نفرجي صورة حلوة ونضيفة عن بلدنا، ونفرجي هالأطفال هدول السعادة اللي صلهم بيفتقدوها 7 سنوات، أمنيتي يرجع يعم السلام لهالبلد وترجع سوريا تزدهر وما نشوف دمع الطفل على خده. أنا اسمي خالد الجابر من مدينة الرقة. يعني أنا كان عندي موهبة من كنت صغير بمدينة الرقة، فتعرف إنه داعش وما داعش منعتنا من هالشي هذا خالص وانحرمنا، وهون اجينا على مدينة عزاز ريف حلب، فاجينا على المعهد. نحن هلأ عم نحضر أغاني للطفولة من خلاله، يعني إنه راح نوصل رسالة للعالم كلهم إنه أطفال سوريا بيحبوا الحياة. أنا مشتاق للعزيز الغالي الرقة، أنا اشتاقيت للحب والجزر وسباري، بالغربة من عزاز يبقى معنا أسعد دنون مدير المعهد الموسيقي لتعليم الأطفال في مدينة عزاز. أهلا بك أسعد، يبدو أن معك ضيف آخر أيضا خالد الذي سمعناه في هذا التقرير. دعني يعني أولا أسألك قبل أن نبدأ بالموسيقى، نسألك عن الصعوبات والتحديات التي تواجهونها في هذا المركز، لا سيما وأنه مركز جديد أيضا. مساء الخير الأخ. تمام، الصعوبات هي اللي واجهناها عند اللي كان متواجد في البلدة داعش، وهو مضى أكثر من 2 سنين في البلد ومنعنا عن هذا الشيء كله، والحمد لله رب العالمين بعد ما طلع يعني داعش من المنطقة فتحت هذا المعهد للأطفال إني مشان تعليم الأطفال الموسيقى.
وكانت يعني فكرة جيدة طبعا بالتعاون مع الأصدقاء. فتحت هذا المعهد وصار إقبال يعني كتير من الأهالي اللي موجودين هم في مدينة عزاز والريف العزاز، يعني صار في إقبال كتير أني من الأطفال أني يبعثوا أهاليهم على هذا المعهد، والحمد لله ربنا يعني صار في إقبال كتير. والمشروع يعني صح أني بسيط بس ولكن يعني جاب نتيجة للأطفال، وإن شاء الله يعني نحن رح نطالعهم من الجو اللي هن فيه الحرب السبع سنوات اللي مضت في مدينة سوريا. طيب يعني مثل ما بيقولوا شايفك محضر العدة ومجهز كل شيء لحتى تسمعنا شيء، شو بدكم تسمعونا؟ الله هذا الشيء هون يعني على طول موجود هون العدة هون لأني معهد للأطفال تعليم. طبعا في عندي أنا شاب من الرقة ومن ناسحين تهجر من المناطق اللي فيها كان داعش وصار عندي هون واجي أسجل هون في المعهد، والشاب بيغني يعني من المتميزين عندي. تحب نسمعك شيء؟ ايه يا ريت طبعا اكيد. هاي اداء مني للتلفزيون العربي. شكرا لك. أريد أضمك يا وطن، أريد أضمك يا وطن وفاتح يديا، أريد أعطيك قلبي يا وطن والنبي قبل الهدية. ريح يا وطن لو كانت عتية، شكرا جزيلا لك أسعد النون وللصوت الجميل خالد الذي استمعنا إليه للتو. كنت معنا من عزاز لتسليط الضوء على أول معهد موسيقي يتم افتتاحه هناك بعد خروج تنظيم الدولة الإسلامية معهد موسيقي للأطفال. نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا. فاصل أخير ونعود بعده لمتابعة فقرات برنامجنا. أسابيع قليلة تفصلنا عن رأس السنة الفيتنامية والاستقبالها يجفف عشرات القرويين في فيتنام عيدان الخيزران قبل تجذيبها لصنع الآلاف من عيدان البخور لحرقها في الاحتفالات. فلنتابع. نتوارث هذا العمل من جيل إلى آخر، هذا عمل تقليدي وروحي. Thank you.
لقد قمنا بهذا العمل منذ زمن طويل على مدى الأجيال الماضية. كان الناس فقراء، لكن بفضله ذهب العديد منهم للدراسة في الجامعة، كما أنني أرسلت بفضله 2 من أبنائي إلى الجامعة. البخور بالنسبة لي هو شيء لا غنى عنه للعبادة. عادة ما أستخدم البخور الذي يحتوي على رائحة تقليدية وطبيعية، لا أستخدم البخور الذي يحتوي على رائحة العطور أو المواد الكيميائية. من فيتنام والبخور إلى شباك الصحة مع دانيا أرشيد. أهلا بك دانيا، ماذا لديك اليوم؟ مساء الخير يا زاهر، ومساء الخير لجميع المشاهدين. اليوم رح نحكي عن الهالات السوداء. مثل ما بتعرف هي ربما من المشاكل التي تفسد مظهر أي شخص وبتخليه يبدو متعب ومرهق وغيرها. سنتعرف اليوم على إحدى التقنيات المستخدمة لعلاج الهالات السوداء. نبدأ النقاش بعد هذا التقرير. تعتبر الهالات السوداء حول العينين من المشاكل الشائعة عند الرجال والنساء، وتتعدد أسبابها كالتعب والإرهاق والوراثة واتباع العادات الخاطئة كالتدخين وقلة النوم وشرب الكحول وغيرها. ويعتبر حقن الفيلر تحت العينين من التقنيات المتبعة لعلاج الهالات السوداء. في تقنيات الحقن المستخدمة للشفاه وللثنيات حول الفم وللخدود نستخدم عادة إبرة عادية، ولكن عندما يتم الإجراء في المناطق الأكثر حساسية كالمنطقة تحت العينين يفضل عدم استخدام الإبر العادية لأن مخاطرها عديدة كالإحمرار والوذمة وغيرها، وللأسف في بعض الحالات الخاصة جدا يمكن أن تسبب العمى. لذلك ولتجنب هذه المخاطر نستخدم اليوم إبرا خاصة لهذا الإجراء، وبالتالي تكون مخاطرها أقل بكثير، وهذا يجعل الإجراء أسهل للطبيب وللمريض. وبالنظر إلى الهالات السوداء تحت العينين نقوم بحقن المواد في مناطق عميقة في الجلد بحيث نستطيع تعبئة الفراغ تحت العينين، وبالتالي يتحسن لون وشكل المنطقة. الآثار الجانبية لهذه التقنية بسيطة وتشمل نزيفا بسيطا في منطقة إدخال الإبرة ووذمة وتورما والتهابا في بعض الأحيان، ويمكن أن تتجمع المادة ولا تتوزع بالشكل المطلوب مسببة التكتل. ويحقن الفيلر تحت الجلد لملء الخطوط والتجاعيد أو الندبات، مما يساعد على إخفائها وجعلها أكثر سلاسة، خصوصا إذا كان سبب الهالات هو فقدان الكولاجين والذي يجعل الجلد حول العينين أقل سماكة. وتشمل مضادات الاستطباب لهذه التقنية الحمل والإرضاع، وبالرغم من عدم وجود دراسة تشمل الحوامل والمرضعات إلا أنه يفضل عدم إجراء هذه التقنية لهن. أيضا لا يفضل إجراؤها للأشخاص الحساسين لمواد الحقن. هناك العديد من العوامل التي تلعب دورها في ديمومة مواد الحقن كالعوامل البيئية والعوامل المتعلقة بطبيعة الجسم، ولكن بشكل عام تبقى مواد الحقن ما بين 6 أشهر إلى 12 شهرا، ويتأثر ذلك كثيرا بالتدخين والتعرض لأشعة الشمس وغرف البخار.
كل هذه الأمور تؤثر سلبا على ديمومة مواد الحقن وأيضا معدل استقلاب الجسم. وما يهم هو كثافة المواد المستخدمة، فمواد الحقن العالية الكثافة تستخدم لمناطق الوجه الأقل حساسية، أما مواد الحقن تحت العينين فيجب أن تكون كثافتها قليلة جدا. ونلقي ضوء أكثر على هذه المشكلة مع زميلتنا في الاستوديو. ما أسباب الهالات السوداء؟ يعني هذا السؤال الذي يطرحه كل شخص عندما يقف أمام المرأة بصباح. صح تماما، بالذات بالصباح. هلأ الأسباب الهالات السوداء إجمالا متعددة. عندك أسباب جينية تلعب دور، فالوراثة يعني كتير تلعب دور في هذا الشيء. في عندك أيضا مع تقدم الإنسان بالعمر طبقة الجلد ترق تحت العين، فتصبح الأوعية الدموية يا زهر أكثر وضوحا، وهذا يعطي لون غامق. أيضا مع تقدم الإنسان بالعمر تتحرك دهون الوجه باتجاه الجاذبية، فهذا بيعمل فراغ تحت العين، في حال تم تسليط الضوء عليه بيبين أغمق المنطقة أو خلينا نقول داكنة. أيضا في عندك أسباب صحية أو مشاكل صحية، مثل ما بتعرف إذا في أشخاص تتحسس ممكن هذا الشيء يؤدي إلى ظهور الهالات السوداء. أيضا إذا كان ظهور الهالات السوداء في بعض الأحيان يشير إلى أنه الدم محمل بالغازات السامة والفضلات وغاز ثاني أكسيد الكربون، لذلك الأشخاص اللي بيعانوا كتير من إمساك فهن بيكون عندهم أيضا هالات سوداء، وينصح بالإكثار من الأغذية التي تمد الدم بغاز الأكسجين، مثل الفواكه الغنية بفيتامين سي مثل الجوافة والبرتقال والليمون والحمضيات بشكل عام وغيرها. أيضا افتقار الجسم لعنصر الحديد، هذا يؤدي إلى ظهور الهالات السوداء. أيضا إذا في عندك خلل بالغدة أو الغدد الكظرية، هيدا اللي بتفرز هرمون الكورتيزون، فأي خلل فيها هو ممكن أيضا يؤدي إلى ظهور الهالات السوداء. كثرة التعرض لأشعة الشمس، الإرهاق، التعب، عدم النوم لساعات كافية وسطيا. الإنسان البالغ يجب ينام على الأقل بين 6 إلى 8 ساعات، لأنه كثرة الإرهاق، استخدام الحاسوب و الهواتف المحمولة تقريبا كل شيء بسبب الهالات السوداء، يعني مثل التحليق بالتلفاز وطبعا والكمبيوترات كلها يؤدي إلى ظهور أكيد. طيب أيضا يعني سؤالي عن هذه التقنية التي عرضها التقرير باختصار، ما هي هذه التقنية؟ هلا أنت مثل ما بتعرف يا زاهر، استخدام الحقن اليوم بات من التقنيات الشائعة جدا للقضاء على مظاهر الشيخوخة وتعب الوجه وما إلى ذلك، وهي مرغوبة جدا لأنه هي تعتبر تقنيات حديثة جدا. استخدام الفيلر أو باللغة العربية إن صح التعبير المواد المالئة تحقن، وهي تقضي بالثنيات وما إلى ذلك. هلأ الحقن تحت العينين يتم مثل ما شفت استخدام إبر خاصة جدا رفيعة جدا، وتحقن هذه المواد المالئة تحت العينين لتعبئة هذه الفراغات وأعطاء مظهر أكثر حيوي وشبابي. من هم الذين يستطيعون يعني تنفيذ هذه التقنية؟ نحن نعلم أن دائما هناك يعني حدود صحية لاستخدام تقنية طبية، خاصة إن كانت جديدة ومتطورة مثل هذه التقنية. هلأ أهم شيء المواد المالئة أو مواد الحقن التي تستخدم هي مكونة من مواد طبيعية، هي من السيليكون، من الكولاجين، من الهايلارونيك، فهي مواد تعتبر غير ضارة للجسم. أيضا المرشحين مثل ما قلت سن الأشخاص اللي ما عندهم حساسية لمواد الحقن، اللي ما عندهم سيول الدم فما بيصير عندهم نزيف أو هذه المشاكل، الأشخاص اللي عندهم خلينا نقول مشاكل تجميلية أكثر منها صحية أو طبية هم المرشحين. أكيد الأشخاص البالغين يعني ينصح فيها بعد 18 وبعد أصلا بعد 30 وبعد 40، يعني كلما تقدم الإنسان بالعمر فيكون هناك يعني داع أكثر لهذا الإجراء. والأشخاص اللي ما عندهم أمراض جلدية، ما عندهم عدوى، ما عندهم مشاكل، كل هؤلاء الأشخاص هم مرشحون لهذه التقنية. شكرا جزيلا لك دانيا أرشيد على هذه المعلومات الصحية. ونختتم شبابيك كالعادة بالشباك السعيد الذي يأتينا اليوم من فرنسا، حيث عرضت حديقة حيوانات باريس أو حديقة باريس للأحياء المائية مجموعة من قناديل البحر المضيئة بهدف تسليط الضوء على التغيرات البيئية الناتجة عن ارتفاع درجة حرارة الأرض والتي تسببت في زيادة أعداد تلك الكائنات. هذه الصور إذن من حديقة حيوانات الأحياء البيئية من باريس.
نترككم مع هذه الصور ونراكم غدا في الخامسة بتوقيت القدس عاصمة فلسطين والثالثة بتوقيت غرينتش مع حلقة جديدة من برنامج شبابيك. إلى اللقاء.